السلام عليكم. إذا في الفيديو غنحاول نشوفو كيفية حساب النهاية التالية لا ليميت ديال إكس فاكتور جوج فالو أبسولو ديال إكس ناقص واحد زائد إكس كاري إكس تونفير أم وان لانفين. إذا هنا ممكن نديرو طريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة مباشرة. إذا الطريقة الأولى فغنحسب لا ليميت ديال إكس، لا ليميت ديال التابير هذا، ولا ليميت ديال اكس كاري، ومن بعد نحسب لا ليميت. اذا لا ليميت ديال اكس راه واضحه في موال لانفيني كتعطينا موال لانفيني. لا ليميت ديال التعبير اللي كاين داخل القيم المتخذ اللي هو اكس ناقص واحد في موال لانفيني. اذا الى عودنا اكس موال لانفيني غيعطيني موال لانفيني. دونك لا ليميت ديال القيمة المطلقة ديال إكس ناقص واحد في موال لانفيني. إذا القيمة المطلقة ديال موال لانفيني راه هي بلوس انفيني. إذا لا ليميت ديال ناقص القيمة المطلقة ديال ناقص واحد في موال لانفيني. إذا ناقص نضربها في موال لانفيني عطينا موال لانفيني. ولا ليميت إذا حسبنا لا ليميت ثانية، ولا ليميت ديال اكس كاري راه هي بلوس لانفيني. اذا لا ليميت ديال هاد التعبير هذا ديال اكس عامل جوج ناقص القيمه المطلقه ديال ناقص واحد، اولا لا ليميت ديال التعبير كامل. اذا لاحظوا معي بان لقيت اكس تونفير موال لانفيني، ولقينا هاد التعبير هذا كامل حتى هو كيقول الموان لانفيني و اكس كاري بلوس لانفيني. اذا موان لانفيني في موان لانفيني غتعطينا بلوس لانفيني. بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، وبالتالي لا ليميت ديال ليكسبرسيو كامل كيعطيني بلوس لانفيني. اذا هذه الطريقه الاولى. الان دابا الطريقه الثانيه. الطريقة الثانية غنحيد القيمة المطلقة، مغاديش نخلي ديك القيمة المطلقة. إذا كيفاش غنحيد القيمة المطلقة؟ فحنا كنعرفو بأن إكس تونفير موان لانفين، يعني إكس واحد العدد اللي هو كبير بزاف وسالب. إذا إكس موان ز عدد اللي هو نيجاتيف، لأن يعني إكس واحد العدد اللي هو كبير بزاف وعدد سالب، وبالتالي ضفتي ليه واحد العدد ناقص واحد أو لأي عدد سواء موجب ولا سالب فما كيأثرش على الإشارة ديالو. إذن إكس ناقص واحد نيجاتيف، يعني الفالور أبسولي ديال إكس ناقص واحد شنو كتساوينا؟ ناقص إكس ناقص واحد، لأن يعني عدد سالب، إذن هو ناقص إكس زائد واحد. إذن شنو غادي ندير أنا؟ غادي ناخد هاد لا ليميت إكس ناقص، إذن هاد الفالور أبسولي ديال إكس ناقص واحد غترجع هي ناقص إكس زائد واحد. إذا هاد الفالو عوضتها القيمة ديالها زائد إكس كاري. دابا غنحاولو نبسطو هاد ليكسبرسيون. إذا إكس جوج ناقص، إذا ناقص مع ناقص ترجع زائد، ناقص مع ناقص زائد إكس كاري. إذا لا ليميت ديال إكس، إكس جوج ناقص واحد هي واحد زائد إكس زائد إكس كاري. إذا غادي نديرو النشر إكس في واحد إكس، إكس في إكس إكس كاري زائد إكس كاري. إذا لا ليميت ديال إكس، إكس كاري زائد إكس كاري هي جوج إكس كاري. إذا لاحظتوا معي بأن هذا الإكسبرسيون هو عبارة عن فونكسيون بولينوم دالة حدودية، وكنعرفوا بأن لا ليميت ديال الدالة الحدودية كتساوي لنا لا ليميت ديال الحد اللي عنده أكبر درجة، اللي عنده أكبر أس، إذا هو جوج إكس كاري. ولا ليميت ديال إكس كاري في موال لانفيني هي بلوس لانفيني.
إذن هذه الطريقة الثانية، وكما كتلاحظوا فهي أسهل من الطريقة الأولى.